ظروف استثنائية سنة تعيشها بلادنا، مناش باش نحتفلوا كالعادة خروج وسهريات وكما شعب تونسي الكل. أنت شنو حضرت برنامجك اليوم؟ أنا برنامجي حضرته في الدار ومانيش مش نخرج، وهي لا هي سنة ولا هي فرض. وسامحني مش نكون معك صريح، المستعودين يسهروا مش يسهروا عايش بنتي بأي طريقة تحبي أنت، سكري الجو الأرض البحر واحد مش يسهر. وانا ما كجماعة اللي نسهروا في الدار مع العائلة نلموا الفاميليا وناخذوا خبيزة قطو ونسهروا مع بعضنا. خلينا نرجع بيك نقطة التالية، قلت لي جماعة اللي يسهروا ما همش يسهروا. مش يسهروا. اي فسر لي. جماعة اللي يسهروا في الوتلة، سامحني، أولا وزارة الداخلية وإلا وزارة الصحة مستحيل باش تغطي تونس العاصمة، مستحيلات ما تنجميش. قداش من أوتيل وقداش من ما تنجميش تغطيه. اولا ثانيا ان فوا حصلوا حلوا مثلا مش يسهر في الليل واحد عامل ريزرفاسيون ولا حاجه، انت كوزاره الداخليه وكقياده تتحملي مسؤوليتك. شو ما تتحملي مسؤوليتك، انا خالفت ولا لا تعاقب؟ لا احنا نحكي وسنين ما فماش احتفالات، ماناش مش نحتفلوا في الوطله، الناس مش تخرج تسهر كالعاده. كالعاده اوكي. اي كالعاده اوكي، ماهيش مش تسهر بك الصيف كيف العاده، كيف عامين كيف اربع خمسين التالي، مش فما السهريات شويه، اما السهريات مش تقع. مستحيل باش سكري جنب، مانيش نحكي على دارك ولا على دار فاميل في الوتلة، فما شكون مش يسهر. قول انت فما شكون باش يخرق القانون؟ فعلا فما قانون، هو فما قانون، ما فماش قانون يمنع باش متخرق القانون، تخترق القانون وتتعاقب بالقانون. فهمت ايش نقصد؟ ما فماش قانون يقول لك ممنوع الكذب، ممنوع الكذب، كي تكذب على بشر تتعاقب، ما فماش قانون فصل من الفصول يقول لك ممنوع الكذب ولا ممنوع تخترق القانون، لا. هما مش يخترقوا القانون ومش يسهروا، وقد يكون مش يسهروا اكثر قبل، يمكن يخرجوا للحمامات النابل قمرتك الشيرات يبعدوا على العاصمه شويه موادو كنترول، اما السهري مش تاقع السهري، ورس بنتي ما تاقع السهري. شو اللي يخليك بتاكد؟ الشارع الطريق العام والاستئناس. تو انت مصلي على النبي عليك تبارك لك في الليله، ليله راس العام تصرف فيها 5 ملايين و10 ملايين على فاميلتك واحد، مش نحيي هيك اليوم انا، مستحيل يطلع 10. وانت اصلا نفسانيا ما تقبليش باش تسهري في الدار. جيبوش لك خبزه قاتو بمليون ما تقبليهش. تسهري في البر وتاخذي قهوه ب 12000 و8000 وما تقبليش خبزه قاتو في الدار. هذه عقلية التونسية؟ هذه هي عقلية التونسي، مش عقليتي انا. اسمعيني اسمعيني، هذه عقلية التونسي مش عقليتي انا. انا عندي خبيزه قطه نتاع 15 20 30 نتلم مع البنيات مع اولاد بنتي نسهروا شويه، وكان تحب يروى حتى لا هي فرض ولا هي سنه، خي فرض ولا سنه هي ولا هي عادات. خلينا ندخل شويه في التفاصيل. العائله قلت لي ناخذ خبزه قطه ب 15 دينار، يرضاوا لك؟ كيفاش القناعه كنز لا يفنى، القناعة وكنز اللي يفسد. والديبار نتاعنا ما بديتش بخمسة قطو بثمانين، أنا بديت بخمسة وعشرين بثلاثين، هذاك النيفو نتاعي المادي والأخلاقي والاجتماعي والعقلي، هذاك فرحة فرحة نتاع درج من زمان. القطو باش تشري من الشارع ولا تصنع في الدار؟ الكذب حرام. الكذب حرام، رغم اللي نشوف فيه الهم الأزرق، رتي الهم الأزرق اللي يتحرك، رتي الهم الأزرق وكالدود والوسخ والمزيرة الرقطة، مش نشري من كوشه نتاع معارف. شنو نتاع معارف؟ على الاقل سمح من برا، سمح في الحومه من برا سمح. عندك ثقه معناها في الكوشه هذيا؟ توا حرجتني انت، والله حرجتني. مهمتي باش نحرجك انا؟ مهمتك باش تحرجيني؟ صدقيني ما عنديش ثقه حتى في واحد، لكن ساتجرع الدواء رغم مرارته، لكن والله اسمع ريتي عمري انا وعمر مرتي وبناتي، ولاد بناتي وك صغيرين واحد نفرحهم ندخل عليهم فرحة. فرصة باش تدخل لهم الفرحة على الأقل. نفرح الوليدات ويا ربي سامحني، والرسول خاتم الأنبياء قال لك من غشنا ليس منا، يا وليدات بنتي راني نغش فيك. غشة كي تخزري في الهم الأزرق يتحرك وتشري فيه بالفلوس، مش غشة هذيك تشري لهم في القط وظل فرحانين وينقزوا، وهي جابدة شطر دودة جابدة منها. مش الكل عاد عندهم الغشة. زيد بالله يحرجني، زيد يحرجني. باه مش الكل، نبدو الحين بعضنا مش الكل. اللي قاري حسابه كان يبيع في 150 خبزه يحضر 80 يحضر 100، ما تخافيش منه. هذا بالنسبه للتوب نتاع الوسخ. اما تاحت قطعه وهز قطعه وملس الاخر، هذيك موجوده بارتو عايش اختي، موجوده.
علاش من حسب رايك ما كيما علاش ما يحضروش جاتو نظيف سمح في وقت باهي من غير غشه من غير حتى شيء؟ هو راهم يحضروا جاتو نظيف وباهي ومقبول ومن غير غشه، ما عندهمش نيه الغش هم، لكن الجشع اسمع توم بيع 300 خبز تحضر 100 خبز نظيف وباهي. الجشع مش هو تعمد باش يغشره ولا مسخين، لا ما همش مسخين وما همش يغش، لكن الظرف والوقت يغسرهم باش يعملوا كيكه الغش. نجم تسميها غشة، أما هو الجشع صدقني الجشع أكثر من الغش. خاطر أنت تشوف الجينس اللي كانت أختي عندكم خبز للجاي عندكم خبز في عودي حضر 80 حضر 100 وتتبيع له كان 70 يولي يلبس هذا كيكة البيز على بعض.